السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قرار مقاطعة الجزائر لحفل جوائز الكونفدرالية الإفريقية كاف لعام 2023، وذلك احتجاجا على استبعاد اللاعب الجزائري رياض محرز الذي يلعب للأهلي السعودي من القائمة النهائية للمرشحين بفائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام. وقد استبعدت الكاف رياض محرز من القائمة النهائية للجائزة مفضلة النيجيري فيكتور أوسيمان والمغربي حكيمي والمصري محمد صلاح. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة مراكش المغربية اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023. وصرح صادي في تصريحاته بقرار بعدم حضور الحفل معلنا أنه لن يحضر أحد لحفل توزيع جوائز الكاف، وأضاف أنه أبلغ الكونفدرالية الإفريقية بغيابه عن الحفل منذ يومين، وأوضح أسباب غيابه المقصود عن الحفل قائلا: بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع رياض محرز واتحاد العاصمة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.